Travail et puissance. Et اليوم باش نعرفوا واش معناها travail d'une force. Travail هو عموما نوع من الطاقة. Il se mesure en joules. L'unité de mesure c'est le joule. On parle du travail d'une force وقت اللي الفورس تتسبب في تحريك الأجسام من بقعة لبقعة. Donc on dit travail d'une force de A vers B. Donc قوة من القوة فورس تحرك في الجسم من بلاصة بلاصة أخرى. Bon, soit تحرك soit ماهيش تحرك عندها travail. الفرق هو أنه travail يكون مرة positif مرة négatif. C'est égal à la norme de la force fois la distance AB. Qui en coule la distance, on coule. Mais c'est fait une valeur mathématique positive. Attention, حاجة موجبة. Ou تكون قستها. أنت بالمات قستها. قدراتك المathématique. Fois cosinus. رد بالك نبدأ بالفورس. كوسينوس شنو عموما؟ احنا قرينا في المات كوسينوس معناها كوسينوس زاوية. الزاوية اللي معاملتها الفورس وال والديستانس ابي. معناها قلت لي هوني انا عندي فورس وعندي ديستانس ابي ثبت معايا. هاي فورس. ننطلق من نفس البقعة باش نعرف معناها زاوية. اوب ها هي زاوية شفتها؟ هذيك هي. وقت اللي الفورس تكون هكا مثلا. كيما البوا وقت اللي يبدا يجبد في حاجة تمشي دون مانيير اوريزونتال. راهي الزاوية لونغ اللي نحكي عليها كوسينوس بتاع هذيا اللي هي 90 دوغري ولا بي سور دو. وقت اللي نحكي على ديستانس هاك تراجي نقصد فرق بين ديستانس وتراجي. ديستانس هي القيمة الموجبة هذيا والتراجي هو الثنية هذيا الاتجاه متاعها زادا كومبخي في المفهوم. وقت نحكي على فورس مثلا عاملها هاكا الفورس هذي والكور هذي يل سو ديبلاس من هنا لهنا لهنا لهنا. وقت نقول كوسينوس اف ا بي قاعدة نقول كوسينوس الزاوية اللي بين الاف نبدا بها والأ بي اللي هي الزاوية هذي. دونك فو فيغ تخيز اتونسيون ا سا ما فهمتهاش ما تنجم شي في الدرس. شابيتر بكلو يوقف على القاعدة هذي وفما واحدة أخرى متاع البويسانس فقط ما نجم نخرج منها جميع القواعد الممكنة راهو. نبداو بالبوا. وقت تبدا بوا ابليكي على حاجه تتحرك ابسط حاجه كي تبدا هابطه ولا طالعه مثلا فوق جبل ولا فوق حاجه عاليه بو امبورت معناها لو تراجي سوي فيريت كي نراه هيدا بان كيما هاك اون توكا باش يوصل لوطا اللي هو بي بلاصه اللي يوصل لها. نعرف اللي فما الارض هنا سا سي لا تير. دونك كي نقولك اعطيني لو ترافاي دو بوا من A للبي باش تطبق لي القاعدة باش تقول لي نورم دو بوا اللي هي ام جي يعطيك الام والجي 10 فوا لا ديستانس ا بي. اوكي دبر كيفاش تقيسها هذه الكل افول دوازو فوا كوسينوس. كوسينوس انا باش نرا كوسينوس شنو باش نسميها باش نعطيها اسم انا. شوف لو بوا كيفن شوف لا ديستانس كيفن فين اتجاه. دونك الكوسينوس بتاع هذي تيتا شفت هذيك التيتا بي باش نثبتو حاجة تو انا حطيت تيتا لهنا ثبت معايا ابي كوس تيتا شنو هذا وتر فوكوسينوس زاوية باش يعطي لادجاسون. بالطبيعة فان دو لاني دو دوزيام اني مازلت ما تعرفش معناها ابي فوكوس تيتا يعطي ادجاسون ماذا بيك ما تتعداش للعام الجاي. سو سون دي شوز كو تو دوا سافوار توا ميم في بيتك كنتي كونسونتري وحدك اللي ما ينجمش يفهمها وحده في بيتو راهو ماهوش نتاع مات في مخو مش مات خاطر عندك ان مينيموم دو شوز كو تو دوا سافوار تو سول. راهو اون ا بيان اكسبليكي الكوس والسين كيفاش نتعاملوا معاهم في الفيديوهات القديمه وحتى في فيديوهات البريمير اني. دونك ريت ولا جاسون نذكر ماله الوتر ا بي تضربه في كوسينوس زاويه مش يطلع لادجاسون تاع الزاويه. لادجاسون هو اللي عملته هوني هذايا هو هذا هو. فوالا اسمه اوتور ارتفاع الكار هذاك من هوني للارض تو سامبلومون. شنو نلاحظ مال عندي الحق نبدل هذا الكل بكلمه اوتور اش. بي اش والا ام جي اش فوالا لو بوا لو ترافاي دو بوا. لاحظ انه ما عنده حتى علاقه بكيفاش مشى لو كار وقداش لعب وقداش هضاب
ou la tazaris, ou la haja. Le corps, lorsqu'il était en haut et il arrive en bas, le travail du poids, ma andou alaqa illa bil hauteur, l'hauteur liqtaha le corps avec la boute, faqat. On a prouvé ça scientifiquement, mathématiquement. Juste, fama moula hada zghira. Rahou le travail d'une force, qu'on a mena ou le visio, il est négatif ou il est positif. Allez, négatif ou positif, waqtesh négatif ou waqtesh positif. Il y a un négatif, la force elle est résistante. Il y a un positif, la force est motrice. La force elle est résistante, la force elle est résistante, la flèche est en axe, trajet elle est en train de faire le axe est en train résistance ou négative. Tu vois ça? Lekin waqt elle est en train de faire كيف كيف معناها فوالا الفلاش نفسه تبع توا على البوا تبع معايا دونك البوا إلي كوم سا هاكا يجبد الغادي والفورس إلي كوم سا لو ديبلاسمون إي كوم سا شفتوه بي في عوض ما نقول لكم فرد صوص نجم نقول لكم يعملوا زاوية حادة يكفي هاي زاوية حادة شفتوها أنجل إيجو لو كان جيت لونجل أكبر من 90 دوغري باش فما إلا مش تكون الفورس راهي ريزيستانت هنا فورس موتريس بلوس باش نقلب الحاجة الخدمة الكل باش نقلبها تو الكور موجود لوطا البوا ديما عامل هكا البوا هذا هو البوا ديما بيربونديكولير على تير وال AB, le vecteur AB, le trajet, il est comme ça. BA, on est là, on est là. Donc, le juste, je suis là, 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 moins MGH tout simplement tahfazha voilà donc hna نقول ان le poids est une force motrice la force est motrice مش حاجه اخرى كلمه motrice تنطبق على force مش على حاجه اخرى وهنا force résistante donc من عقد شروحي كيفاش نعرف ماتريس ولا ريزيستانت في كان الفورس عملت زاوية حادة ولا أنجل إيجو مع الفكتور اتجاه راهي مش تكون ماتريس كان الفورس عاملة زاوية سوبيريور على 90 دوغري مع الفكتور اتجاه رد بالك من البيل الأ ولا من الأ للبيل المهم تركز في الفكتور متاع السونس متاع السونس دو ديبلاسمون دونك لو كان جات لونجل سوبيريور على 90 دوغري الوغ لا فورس اي ريزيستانت تو سامبلومون كان ريزيستانت فما موان لو كان موتريس فما بلوس ما تطبقش على البوا كهو حكاية الموان البلوس تنطبق على الكل في تخوزيام اني باش تولي تقرا اونجل اوريونتي دونك ماعرفش باش تقلقكم الموان والبلوس مي سنين حفظوكم انه كان زاوية حادة بلوس كان زاوية منفرجة موان نرجع لحكاية نفس الاتجاه تو كي يبدا عندي بوا عندي ان بوا ان كور كي ا ان بوا اي كي ا ان ديبلاسمون اوريزونتال هاو ذا لا تير هذا الكور قاعد يمشي على روحه وهذا البوا حاجتي بالترافاي دو بوا انا كان الكور يمشي من ا للبي تو سامبلومون نعمل الفيكتور ديبلاسمون اللي هو من ا للبي نلاحظ انه من البوا للاب راهي بالضبط 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 بي سور دو ولا 90 دوغري الكوسينوس نتاع 90 دوغري قدش يطلع ما هو زيرو دونك الكل باش تخرج زيرو دونك نقولوا الترافاي اي نول تو سامبلومون حتى من غير ما نقولوا ليكزامبل هذا نورمالمون تستنتجو واحد تو باش نحط ان كور يمشي فوق الارض كوم سا وحبل لي كركر في الكور هاي سيدي ها وهذه نقطه مربوط فيها وهذه الفورس نتاع التنسيون نتاع الحبل هاو تي دونك طبق القاعدة بتموا بطريقة آلية معناها دونك نقول الترافاي دو لا فورس تي دو بوان ا بون تسميهم سي و دي باش تعرف روحك اللي انت ما يهمكش في سامي البوانات دو بوان سي فير لو بوان دي ايت ايغال دون مانيير اوتوماتيك باش تخدم لي نورم دو تي
تحط القاعدة قبل تشوف شو عطاك وش معطاكش، ما يهمكش. سي دي المسافة سي دي فوا الكوسينوس بين التي والسي دي كمسافة بالفلاش متاعها. دونك نمشي نسطرهم انا، هاو سي دي الفلاش سي دي، دونك كوسينوس بين حاجة عاملة هكا وحاجة أخرى عاملة هكا، شنو هي الزاوية بين الأحمر والكحل؟ زيرو، معناها كوسينوس زيرو. نمشي نبدلها كوسينوس زيرو، فوالا زيرو. قداش تعطي كوس زيرو؟ تعطي واحد. أن تقولو ليش زيرو؟ كوسينوس زيرو يقال أنزل على الكالكولاتريس تعطيها لك، فوا أن معناها ولا تي فوا سي دي وكاهو. دونك طبقت لك القاعدة على إكزامبل نوع آخر، جميع أنواع لي زيكزامبل تنجم تبقى عليهم القاعدة هاذي. نجم حتى نزيدك إكزامبل آخر اللي هو مثلا الفروتمون، الأجسام اللي مثلا تمشي فوق أرض حرشة مسلط عليها فروتمون. لو فروتمون سي اون فورس ريزيستونت ماهيش موتريس. علاش؟ على خاطر الفروتمون ديما عكس الفيكتور دي بلاسمون. شوف كيفاش انا عندي لو كور هذايا كالعادة، كورة ولا حتى لوحة يا جورة وقاعدة تمشي هكا، يا جورة هذه في الاتجاه هذا. دونك كركرها بخيط ولا باللي تحب انت، سي با سا لامبورطون. كي نقولك اعطيني فروتمون تركز كان مع الفروتمون تبقى القاعدة. باش نركز لك كان مع الفرش، انا باش نركز كان مع الفروتمون باش نطبق القاعدة بيت مو هو والفروتمون. شفتو وحدك تعملو عكس الاتجاه. وقت انا نقولك راهي تمشي من ا للبي، راهو رد بالك الفروتمون يجذب فيها العكس. دونك تحط الاف هكا، فوالا. كي نقولك عطيني ترافاي دو فروتمون اش تعمل هكا؟ ترافاي دو فروتمون ايت ايغال نورم دو فروتمون، ما نعرفش قداش من نيوتن، نورمالمون يعطيها لك ولا يعاونك باش تلقاها. مسافة ا بي كوسينوس الاف فوا فيكتور ا بي. نمشي نشد نرسمها في البغيون، الاف هكا والفيكتور ا بي هكا. شنو هي الزاوية هذيك؟ بي 180 كوسينوس 180 معناها اللي هو وانزا. نسيتها امورك، كوسينوس 180 يقال موانزا. الوغ سي موانزا، اللي يقرا من اول عام مركز في كل شيء عمره لا يحل في حتى شيء في الاخر. دونك موانزا باش تولي فما موان من قدامه هكا من غير ما نتعب روحي. دونك هكا نجم بالكالكول فقط اثبتت انه الفورس اف نتاع الفروتمون هذيك الي بوسكو طلعت لي الا الي ريزيستانت. دونك نجم نفتو اللي لي فورس سون ريزيستانت بالكالكول، يعني كي تبدا الزاويه خرجت كوسينوس نيجاتيف، والا من غير كالكول وقت اللي نعرف اللي الفورس عكس الاتجاه، اتجاه هكا والفورس هكا. يعني نلاحظ انه لونغل سوبيريور سوبيريور 90 دوغري كوسينوس وسالب، يعني برشا طرق نجم نثبتها. تو نزيدو كلمتين كهو لو بويسونس ري ترافاي اللي فهمناه توا. لو بويسونس راهي عاود نضيف puissance tu sais travail بالك دو ا فير بي ولا دو اي نقطه فير اي نقطه اخرى sur travail de la force بالطبيعه divisé par الوقت اللي قاعدو الكور باش يوصل من ال ا للبي. ما تتفجعش منهم حاجات تجي معطيات هذيك، راه المهم عندك هذم الكل. دونك لو ترافاي لا بويسونس لو ترافاي سور دلتا تي، خاطر هو البويسونس نعرفوه اول ما قريناه في اول عام جول بار سكوند موانز معناها وات. دونك هذا بالجول وهذا بالسكوند فقط، اللي هي تساوي زادا الفورس نورم دو لا فورس فوا لا فيتيس نتاع الجسم وهو يجري فوا كوسينوس اف ا بي. فوالا، دونك هنا يوفى الدرس. دوزيام اني في اخر العام لازمنا نكونوا قاسيين معاكم، راهو اللي ما خدمش من الاول ديزولي دافوار دي سا، مي اون ثروزيام اني عمرك لا تلقى روحك تعديت ضعيف من الدوزيام، راهو خاطر الخدمه كميه رهيبه خدمناها في الدوزيام اني، ما تنجمش تخدمها وانت ثروزيام. السلام عليكم.